مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في جوله جديده من جولات برنامجكم برنامج اليوم، جوله في اهم واخر الاخبار المحليه والعالميه. هنبدا اخبارنا النهارده من مشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسه الافتتاحيه للقمه الدوليه تحت عنوان ميثاق التمويل العالمي الجديد. الحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في كلمته ان رؤيتنا للنمو بترتكز على فرص العمل وسبل العيش الكريم، وأكد أن برنامج نوفي للغذاء والطاقة لاقى زخما دوليا كبيرا. أضاف أيضا أن التمويل هو العامل الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة. أضاف أيضا خلال كلمته بمؤتمر القمة المالية من أجل ميثاق عالمي جديد أن النظام المالي العالمي شهد تطورات كبيرة، وقال أن أزمتا كورونا وأوكرانيا أثرتا سلبا على عدة مسارات، لكن مصر عدت خطة لإدارة الديون بشأن التنمية المستدامة، وأعدت أيضا خطوات جادة لمكافحة أثار التغيرات المناخية، وتحركنا في قضية المناخ في وقت مبكر. مش بس كده، قال كمان إن التمويل بيوفر في حالة توفر التمويل بيعتبر عنصر أساسي لمواجهة أثار التغير المناخي، وبنعمل على ترجمة طموحاتنا لواقع ملموس من أجل تحقيق النمو الأخضر. خلونا نروح نستمع إلى جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا السيدة وزيرة الخارجية، واسمحي لي في البداية أن أنا أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس ماكرو وللسيدة رئيس الوزراء بربادوسا ميا مطلي على حديثها الرائع والملهم اللي تحدثت به وكل من تحدثوا في الجلسة الافتتاحية. واسمحي لي أنا هخلي المداخلة شقين. الشق الأولاني هو شق عبارة عن تسجيل لوجهة نظر مصر في الموضوع كله، ثم أتحدث عن الجهد والموضوع الإجراءات وما تحقق على المستوى الوطني. مهم أوي أن أنا أشكر فخامة الرئيس ماكرون على أنه استضافة هذا المؤتمر المهم في وسط هذه الأزمة أو الأزمات المتعاقبة التي مرت العالم تقريبا على مدار أكثر من 3 سنوات، والحقيقة هي ألقت بظلالها الكبيرة جدا على العالم وعلى يمكن بشكل أكثر وعبء أكبر على الدول النامية والذات اقتصاديات يعني هشة، ويمكن تهدد المكتسبات التي تم تنفيذها بواسطة هذه الدول خلال الفترة اللي فاتت. الحقيقة هذا الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، وأكثر قدرة أيضا على الصمود أمام الأزمات بما يمكننا من مواجهة تحديات تغير المناخ التي لم نكن المتسبب الرئيسي فيها، ولكن نحن الأكثر تضررا منها. في مثل هذه الظروف استضافت مصر طبعا القمة العالمية للمناخ شرم الشيخ اللي هي COP27 في نوفمبر الماضي، وكانت مستهدفة ترجمة الطموح والتعهدات كالعادة. واسمحوا لي أنا مش هخرج كتير عن النص، ولكن عايز أقول دائما نقول حجم المشكلة والتمويل وكيف يتم تدبير هذا التمويل. غير كده لن يتم أبدا التحرك في تقديرنا لحل أي مشكلة إحنا بنطرحها سواء كان على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. هنا كان الهدف هو ترجمة الطموح والتعهدات لواقع ملموس بما دعم التحول العادل من أجل تحقيق النمو الأخضر وبلوغ أهداف التنمية المستدامة وفقا للأولويات الوطنية لكل دولة. في هذا الإطار أود أن أشير إلى أن رؤية مصر في تحقيق النمو ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط للإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة. بالتالي فإننا نقدر أن النمو الأخضر ليس بديلا عن التنمية المستدامة وإنما محفزا لها، وأنا في التجربة الوطنية اسمحوا لي هأشير على مجموعة من المشروعات التي تم تنفيذها في إطار يخدم
النمو الأخضر وفي نفس الوقت يحقق التنمية المستدامة. في هذا السياق يعني دعوني أجيب بشكل عملي على سؤال السيدة وزيرة الخارجية، حيث تحضرني التجربة المبتكرة لبرنامج نوفي، وهذا البرنامج هو برنامج أطلقناه خلال المؤتمر ولاقى زخما دوليا كبيرا لاستهداف تعزيز الشراكات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي بالتركيز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة في إطار متكامل. ويتضمن البرنامج منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار تم إطلاقها بمشاركة مؤسسات تمويل دولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر والمختلط. في ضوء ما تقدم، تبرز محورية التمويل باعتباره العامل المحوري زي ما ذكرت قبل كده في تحقيق التنمية المستدامة بما فيها مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس. فضلا عن معالجة الاختلالات الهيكلية للنظام المالي العالمي الذي يتحدى من قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات. وطبعا زي ما شفنا النهاردة تم النقاش كثيرا على منظومة أو النظام المالي العالمي وقد إيه هذا النظام خلال 70-80 سنة حصلت تطورات كبيرة جدا جدا، وبالتالي هو يعني يمكن كل الكلام بيأكد أن هذا الأمر محتاج أن احنا نتحرك في تطويره عشان يجابه هذه التحديات. ونقدر أن هناك حاجة لتبني منظور شامل يضع تمويل التنمية في قلب أجندة العمل متعدد الأطراف ويضمن عدالته واستدامته إضافة إلى معالجة التحديات ذات الصلة. ويتمثل أحد أهم التحديات في الأثر التراكمي للأزمات الدولية المتعاقبة. هخرج هنا يعني في مصر أطلقنا برنامج للإصلاح الاقتصادي في 2016 وحقق هذا البرنامج مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف اللي احنا كنا بنتمناها ووصلنا إلى معدل نمو 6%. وكل الأمور كانت مبشرة جدا جدا إن لو استمرنا بهذا الشكل الأمور هتبقى هتحقق الهدف اللي احنا من أجله عملنا برنامج الإصلاح. لسوء الحظ خلال أزمة الكوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية أنا بقول إن ده كان ليه تأثير سلبي كبير جدا جدا على مسار أو على المسارات التي تحققت فيها النجاحات المختلفة، وتراجعت بشكل ملحوظ النجاح اللي احنا حققناه، ومنها ارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية وتنامي إشكالية الديون بشكل خطير وامتدادها للدول النامية متوسطة الدخل، يضاف إلى ذلك تداول جدوى المعونات التنموية وتعظم المشروطيات المقترنة بها. هنا أيضا مهم أوي أن أنا أقول في النقطة ديت أن احنا كان لنا خطة لإدارة الديون اللي احنا عملنا بها خطة التنمية المستدامة. برضو هذا الأمر نتيجة الظروف اللي مرت خلال 3 سنوات ألقى بصعوبات كبيرة جدا أمام استمرار نجاحنا الفعال في خطة الديون، وبالتالي احنا بنضغط نفسنا ونصر على ان احنا ندير هذا الأمر بما يحقق الأهداف الوطنية. لذا فإننا نتطلع لإسهام قمة الميثاق للتمويل الجديد في دفع المناقشات بمختلف المحافل الدولية من خلال عدد من الرسائل على رأسها ضرورة تكاتف الجميع لا سيما مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بالتركيز على تنفيذ متوصيات محفز أهداف التنمية المستدامة الذي أطلقه سكرتير عام الأمم المتحدة بالتعاون مع شركاء التنمية وبما يتسق مع الأولويات الوطنية. تبرز أيضا أهمية اتخاذ قرارات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى مع استحداث آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل فضلا عن التوسع في مبادلة الديون من أجل الطبيعة. كذلك توجد ضرورة لإصلاح الهيكل المالي العالمي لتعزيز تمويل التنمية المستدامة بما يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات. في هذا السياق ضرورة تطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف
لتعظيم قدرتها على الإقراض وتيسير نفاذ الدولة النامية له، وكذلك تعزيز الحوار بينها وبين وكالات التصنيف الائتماني لزيادة قدرتها على الإقراض دون المساس بتصنيفها، علما بأن المجتمع الدولي توافق خلال قمة شرم الشيخ على المطالبة بالكثير من تلك الإصلاحات. ختاما في الكلمة اللي أنا أردت بها تسجيل وجهة نظرنا في الموضوع ككل، لا يفوتني أن أشدد على أن تمويل التنمية المستدامة أمر جوهري في مواجهة تغير المناخ، والذي يمثل خطرا وجوديا، ومن ثم فأنه يعد هدفا عالميا لتحقيق المصلحة المشتركة للجميع، وليس شأنا خاصا بالدول النامية. اسمحوا لي هنا هتكلم على الجهود اللي بذلتها مصر باختصار شديد، لن أزيد عن الوقت المخصص، يعني أن أنا أقول لكم جميعا أن مصر تحركت في موضوع المناخ بوقت مبكر جدا، ويمكن احنا يعني كان لنا مساهمة كبيرة جدا في اتفاقية باريس بحضورنا هنا أثناء عقد هذا المؤتمر، وبقول فيه أن احنا تحركنا وعملنا برنامج طموح جدا جدا يستهدف التحول للطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير جدا حتى 2030، وتحركنا فيه وحققنا المستهدفات اللي احنا بنتكلم فيها. بالإضافة لكده دخلنا في برامج تستهدف تنمية مستدامة وفي نفس الوقت تحقق التحول حماية وتنمية البيئة. مثال، احنا كان لدينا مجموعة من البحيرات على البحر المتوسط، هذه البحيرات كانت في حالة صعبة جدا جدا وتمثل يعني إساءة بيئية كبيرة جدا جدا. اتعمل برنامج خلال السبع سنين اللي فاتوا لتحويل هذه البحيرات إلى بحيرات صديقة تماما للبيئة، وده كلف الدولة المصرية أموال ضخمة جدا جدا للحصول على هذا الهدف. في نفس الوقت عملنا برنامج آخر للاستفادة من مياه الصرف الزراعي للاستفادة منها حتى لا تكون ملوثة للبيئة وتم تدويرها. احنا بنتكلم في أكثر من 13 مليون متر مية بيتم معالجتها من مياه الصرف الزراعي حتى يتم استخدامها أكثر من مرة. بنحقق بيها هدفين، الهدف الأولاني إن احنا عارفين إن يبقى في مية إضافية كحصص من نهر النيل هيبقى أمر يصعب تحقيقه في هذه المرحلة، ثم في نفس الوقت الاستفادة من هذه المية وما تبقاش ملوثة للبيئة. كل البرامج دي اللي أنا بتكلم فيها اللي هي طاقة جديدة متجددة أو معالجة مياه أو تحسين شبكة طرق واستخدام وسائل النقل الكهربائية كلها، هذا البرنامج كلفنا أموال ضخمة جدا جدا، واتعملت خطة ديون لتمويل اللي أنا بتكلم فيه ده. الخطة كانت ماشية بشكل جيد، وكنا قادرين على أن احنا نلبي إدارة هذه الخطة بشكل متوازن بما لا يمثل ضغط علينا وعلى موردنا، ولكن نتيجة الظروف اللي حصلت خلال الثلاث سنين اللي فاتوا أنا أقدر أقول ببساطة أن احنا محتاجين تفاهم من جانب شركائنا في التنمية والمؤسسة التمويل الدولية أنها تراعي هذا الأمر، مش بس لمصر، لمصر وللدول اللي هي ظروفها زي ظروفها. شكرا جزيلا. شكرا. طيب احنا عايزين نقول يعني في هذا الخبر اللي معانا ان العلاقات المصرية الفرنسية في اعظم درجتها. ليه؟ لان الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل الحقيقة وصل الى قصر الإليزي، كان في استقباله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اللي حرص على إقامة مأدوبة غداء خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه المأدوبة مأدوبة الغداء للرئيس السيسي الحقيقة أقامها الرئيس الفرنسي ماكرون منفردا لي، حيث أن الرئيس السيسي هو الزعيم الوحيد من بين الزعماء المتواجدين في فرنسا حاليا اللي بيتم إقامة لي مأدوبة غداء خاصة، مأدوبة غداء عمل طبعا تكريما لي واحتفاء بهذه الزيارة. الجدير بالذكر أن ماكرون سيقيم مأدوبة عشاء النهاردة ليلا لجميع القادة المشاركين في القمة الدولية، وسيحضرها أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي. عشان كده احنا قلنا أن الحقيقة العلاقات المصرية الفرنسية في أعظم حالتها وأعلى درجتها الآن.
لسه مكملين مع حضراتكم باقي اخبارنا في اليوم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته في قمه الميثاق التمويلي العالمي الجديد والمنعقده في العاصمه الفرنسيه باريس مع عدد من القاده والمسؤولين الدوليين. التقى مع كل من اورسولا فوندير وهي رئيسه المفوضيه الاوروبيه، التقى ايضا مع اجاي بانجار رئيس مجموعه البنك الدولي، والتقى ايضا مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، ومحمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا، وعثمان غزالي رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الافريقي. ايضا التقى مع البروفيسور جيفري ساكس استاذ وخبير الاقتصاد العالمي، ومع مايا موتلي وهي رئيسة وزراء بربادوس. التقى كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده في باريس مع الرئيس التونسي قيس سعيد، ده على هامش انعقاد قمه ميثاق التمويل العالمي الجديد. وصرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان هذا اللقاء تم فيه لقاء، طبعا الرئيس اشاد بتميز العلاقات الثنائيه الاخويه بين مصر وتونس، واكد على دعم مصر لتونس خلال الظروف الدقيقه الراهنه اللي بتمر بيها، واكد حرص مصر على مواصله الدفع قدما باطر التعاون الثنائي على شتى الاصعده. من جانبه اكد الرئيس التونسي اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقه على المستويين الرسمي والشعبي، وثمن الحقيقه ما حققته مصر خلال السنوات اللي فاتت على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلا عن ثقلها السياسي البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الإفريقي والعربي المشترك. أيضا جهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة في المنطقة أشاد أيضا بها الرئيس التونسي. مش بس كده، المتحدث الرسمي كمان ذكر عن هذا اللقاء أنه تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واللي كان من بينها الحقيقة الجهود الدولية لإصلاح النظام العالمي في ضوء الأزمة اللي بتمر بيه. كمان التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة مع شارل ميشيل وهو رئيس المجلس الأوروبي، ده طبعا على هامش انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد. والمستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح وقال إن الرئيس رحب باستمرار التواصل مع رئيس المجلس الأوروبي وأعرب عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية. أوضح أيضا المتحدث الرسمي أن هذا اللقاء تناول متابعة تطورات مختلف أوجه العلاقات بين الجانبين في إطار وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027. هذه الوثيقة اللي بتمثل مسارا حيويا لمزيد من تعميق الشراكة المصرية الأوروبية خلال السنوات اللي جاية إن شاء الله في كل المجالات. تطرق أيضا اللقاء إلى التباحث بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وثمن الحياة رئيس المجلس الأوروبي في هذا الإطار الجهود المصرية المقدرة من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه مختلف القضايا، خصوصا استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر ومنع الهجرة غير الشرعية، أيضا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، أيضا تجاه إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. تم كمان مناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن مستجدات الأزمة الراهنة في السودان الشقيق، واللي توافق فيه الجانبان بخصوص أهمية مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة اللي جاية من أجل تكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز هذه الأزمة على النحو اللي بيراعي مصالح الشعب السوداني في هذا الصدد والأوضاع الإنسانية المتدهورة اللي بيعاني منها. ده على سبيل طبعا عرض القضايا الإقليمية والدولية ما بينهم. مش بس كده، استقبل كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس هنري بوبار لافارج وهو رئيس مجموعة ألستوم الفرنسية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن هذا اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام. أشاد الرئيس بالتعاون البناء مع الشركة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، وشدد على حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية الكبرى، أيضا الاهتمام بإنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين للاستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل المعرفة وبناء الكوادر المصرية. أشاد أيضا بجهود شركة أليستوم في هذا الصدد. أكد رئيس الشركة بقى الفرنسية على الجانب الآخر اعتزام التوسع في أعمال الشركة في مصر، خصوصا في ظل
الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة اللي بيوفرها قطاع النقل العام المصري، واللي بتعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتها في المنطقتين العربية والإفريقية، ده فضلا طبعا عن تعظيم الاستفادة من حجم المشاريع الكبيرة الجاري تنفيذها في مصر، واللي بيتميز العمل فيها بالكفاءة والسرعة. أيضا المتحدث الرسمي الحقيقة أضاف عن هذا اللقاء أنه تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الحالية لوزارة النقل مع شركة ألستوم، خصوصا ما يتعلق بالهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديدية، فضلا عن التباحث حول المشروعات المستقبلية الجاري دراسة تفاصيلها بين الجانبين. احنا الحقيقة محتاجين نقف على الكثير من اللقاءات اللي الحقيقة قام بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الزيارة في باريس، سواء على مستوى القمة، الكلمة اللي ألقاها كلمة في منتهى الأهمية الحقيقة مش بس للشعب المصري، أيضا لكل الدول النامية ولقارة إفريقيا. الحقيقة تطرق في كلمته إلى العديد من المشكلات، مشكلات التمويل الحالية، مش بس على مستوى الكلمة، محتاجين أيضا نقف على مستوى اللقاءات الثنائية اللي عقدها سيادته مع الكثير والكثير من المسؤولين الدوليين. معانا هاتفيا السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. اهلا بيك. وفي البدايه الحقيقه انا عايزه اسال حضرتك على مشاركه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الحقيقه تمثيلهم في القمه في وقت الحقيقه الكثير من رؤساء الدول بينتقدوهم لعدم وضع تغير المناخ ضمن قرارات تمويلهم، وده الحقيقه مختلف عليه في القمه واهدافها وما تم طرحه فيها والعنوان الرئيسي ليها اصلا. لا شك ان مشاركتهم يعني موضوع رئيسي وحيوي، لأن هذا المؤتمر بيعني أساسا بإقامة نظام مالي عالمي جديد من خلال ميثاق يتم التوافق عليه. دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تم في ظل ظروف أوضاع مضى عليها ما يقرب من حوالي قرن إلا قليل يعني، وبالتالي هذا الفيزي المشاركة تعتبر محورية، لأنهما معنيان أساسا بضرورة إحداث تغيير جذري فيما يتعلق بعمليات التمويل التي تتم، والتي هي أصلا محور يعني هذا المؤتمر أيضا، وهذا واضح في حديث السيد الرئيس في المائدة المستديرة التي عقدت وشارك سيادته فيها. وبالتالي مشاركتهم تعتبر ذات أهمية بالغة، لأنهم معنيان أساسا بعملية التغيير المنشودة والمطلوبة، والتي تحدث الكثيرين من القادة بما فيهم الرئيس ماكرون فيما في الجلسة الافتتاحية عن ضرورة أن يكون هناك تغيير جذري في الهيكل وفي الآليات وفي الشروط. صحيح. الحقيقة هو يعني تطرق في هذا الأمور إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي من ضمن ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اللي هي في غاية الأهمية، أيضا تطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وتمويل التنمية المستدامة، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه الحقيقة مع حضرتك، وإدارة ديون خطة التنمية المستدامة اللي هي بالفعل تحتاج إلى الكثير والكثير من العمل والتطوير والتغيير لإحداث فارق في عمليات التمويل العالمية والدولية. طيب القمة بتسعى لتعزيز طبعا صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية، إزاي ممكن ده يتحقق لو توافرت الرغبة لدى المجتمع الدولي؟ بس اسمح لي سعادة السفير أننا هنروح ناخد فاصل ونرجع نجاوب على هذا السؤال ونفتح باب النقاش في الكثير والكثير مما تم طرحه في هذه القمة وفي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشاهدينا فاصل قصير نرجع نكمل باقي كلامنا، خليكم معنا. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفال القوات المسلحة بتخرج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان، والتي تضم الدورات رقم 46 من كلية الحرب العليا ورقم 52 من كلية الدفاع الوطني ورقم 24 للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات التعبوية،
والدورات رقم 72 أركان حرب عام، والدورتين رقمي 44 و45 أركان حرب تخصصية، والتي تضم عددا من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعددا من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة. بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان، تناول الدورات التدريبية المختلفة التي تم تنفيذها خلال العام الجاري لإعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومي. وألقى اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر والمتابعة الدقيقة للأنشطة التدريبية والاهتمام بتطوير العملية التعليمية داخل الأكاديمية لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة والوعي في مختلف المجالات العسكرية والمدنية. وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة، أعقبه إعلان مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين. وقام الفريق أول محمد زكي بتقليد أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين تقديرا لتفوقهم خلال مدة الدراسة. وفي نهاية الاحتفال ألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين، كما هنأهم بانتهاء فترة دراستهم وطلبهم بالحرص على الاستمرار في صقل مهاراتهم بما وفرته لهم القوات المسلحة للارتقاء بإمكانياتهم العلمية والمعرفية لزيادة وعيهم بكل ما يدور حولهم من تحديات تواجه عالمنا المعاصر، مشيرا إلى أن تنفيذ المهام المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته يتطلب الاطلاع المستمر والتسلح بالعلم والاستفادة من التطور العلمي المتلاحق في كافة المجالات. حضر الاحتفال الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة. لسه مكملين مع حضراتكم باقي أخبارنا. الحقيقة هنتناول بالمزيد من التفصيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبرز اللقاءات الثنائية اللي عقدها على طبعا هامش زيارته إلى باريس وخلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد اللي الرئيس بيشارك فيها. هنتناول بمزيد من التفصيل بكرة في حلقتنا إن شاء الله مع سعادة السفير صلاح الليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق اللي أنا بشكره شكرا جزيلا. وقبل ما أختم مع حضراتكم حلقتنا هسيبكم مع انطلاق فعاليات المنتدى العلمي السابع لمشروع التخرج الدفعة السابعة من كلية اللغة والإعلام بفرع القرية الذكية بالأكاديمية البحرية تحت عنوان إبداع جديد لإعلام جديد. هنروح نشوف التقرير واشوفكم بكرة إن شاء الله في يوم جديد على شاشتكم شاشة دي ام سي وبرنامجكم برنامج اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء. النهارده زي ما حضرتك شايفه ان احنا بنعمل حاجه مختلفه عن كل عملناش مشروعات التخرج. احنا دايما بنعمل حاجه بقى يعني بنعمل زي شركاء في النجاح، اولياء الامور مع الضيوف مع الخبراء مع كل الناس بحيث ان احنا كلنا بنتشارك مع بعض. يعني احنا يمكن الناس يقولوا لي اول مره نشوف مناقشه مشروعات فيها اولياء الامور، اقول لهم ايوه لان هم معانا شركاء في المسؤوليه، بيبقوا سعداء جدا ما بيشوفوا اولادهم وبيشوفوا ثمار العمل ليهم النهارده. هم لسه في بدايه طريقهم، اكيد عندهم اخطاء، اكيد اللجنه اللي كانت موجوده كلها بتمس الاخطاء دي وبتتكلم وبتناقشهم فيها، وبالعكس هم لازم يكون في اخطاء عشان يتعلموا منها. دول اللجنه اللي موجوده النهارده علشان مش عشان تقول لهم انتوا عاملين حاجه وماذا، لو هم عاملين حاجه وماذا، لا عشان تقول لهم الاخطاء هي ايه ويعالجوها ويتعلموا منها. ان احنا نقدر قيمه التعليم، التعليم مش انه احنا نقرا، التعليم ان احنا نقدر نقيم المعلومه ونقدر نعرف قيمه النصيحه، لانه احنا بناخد معلومات كتير جدا بس للاسف بتتدلدق منا وبننساها. هو ده التعليم الحقيقي، ان انا وانس عرفت معلومه معينه
مش محتاج اعرفها تاني. فالتعليم المستمر هو ده اللي بيعمل تطور وبيعمل نمو في كافة المجالات. وصلت بيها لمرحلة الحمد لله النجاح، فانا بقى كنت عارفة بقى الشريط ماشي كده، فالحمد لله بحمد ربنا ان انا كملت مشواري على اكمل وجه. هي دايما بتدعمني في كل حاجة ودايما بتوجهني، يعني دايما بتقولي لا بلاش تعملي كده، لا اعملي كده، لا ده هيبقى احسن، ده هياخد صدى احسن. فيعني انا بشكرها على كل اللي فات، وانا لولاها ما كنتش هبقى موجودة في المكان ده وما كانتش هلاقي النجاح ده خالص، عشان هي كانت دايما بتدعمني في كل حاجة. عاملة برنامج بيتكلم عن العنف في الدراما المصرية، الفكرة بتاعته واسمه ورا كل دراما حكاية. المعيدين والدكاترة على طول على طول معنا step by step، ان هو يعني احنا كل ما نعمل حاجة بنيجي نوريها لهم، هما بيساعدونا اذا كان ده صح او ده غلط.